السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. لكن انت تعودتي اول مره تدخل القناه هذه، ما تنساش تضغط لتحت القوه هذا البوطون الاحمر غتفرقعها، ولايك لايك لايك وشي كومونتير زوين. قبل ما نبدا الفيديو، ما تنساوش تدخلوا الانستغرام ديالي تلقاوه في هذه البلاصه هذه، تابوناو في الانستغرام ووصلوني 1000 ابوني، عارفكم تقدروا ديروها. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم في الفيديو الاخراني، كاع لقيت تعليقات اللي كتحفز. وانا رجعت لكم فيديو جديد. الصراحه هذا الفيديو هذا ماشي شرح، ماشي درس ديال السلسله ديال المبتدئين، غادي نشرح فيه واحد الاغنيه. ما بغيتش ندير السلسله ديال المبتدئين، ضروري خصني ندخل شويه ديال الاغاني. وان شاء الله في الفيديو الجاي عاوتاني نكملكم في السلسله، ونتمنى تكونوا طبقتوا داكشي اللي شرحت لكم في الفيديو اللي فات، باش في الفيديو الجاي ان شاء الله تعلموا داكشي اللي غادي نشرح لكم، وشويه بشويه وتعلموا القطار. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نعلمكم الاغنيه ديال كدابه ديال فيصل الصغير، وغادي ندير واحد المقطع كنغني فيه. والصراحه الصوت ديالي ما زوينش، هذا بلا ما تديروا الصوت ديالي، انا كنبغي نوريكم غير الاغنيه كيفاش كتلعب. ومورا ندوزو الشرح، ويلا بيس عليكم. الكورد اللي خدمنا في هذه الاغنيه اللي هما اول كورد اللي هو لا. بالنسبه لا كيفاش كتلعب، كنديروا الصبع الاول في الدوزيام كورد البريمير كاس، الصبع الثاني في الكاتريام كورد دوزيام كاس، الصبع الثالث في التروازيام كورد دوزيام كاس. بالنسبه للكورد الثاني اللي هو سول، كنديروا الصبع في السانكيام كورد دوزيام كاس، صبع في سيزيام كورد تروازيام كاس، صبع في البريمير كورد تروازيام كاس. هاد الصبع الصغير. بالنسبة للمافونسين في الجيتار، بغاو يلعبو سول باري كيما شفتو في الفيديو، راني لعبتها باري ولعبتها عادية، كتلعب على هاد الشكل هذا. بالنسبة لهاد الكورد هذا الدراري، هو هاد الكورد هذا راه نفسو، كنديرو باري في التروازيام كاز، صبع في التروازيام كورد الكاتريام كاز، صبع في السانكيام كورد سانكيام كاز، صبع في الكاتريام كورد سانكيام كاز. كندوزو الكورد لي موراه لي هي فا، كنديرو باري في البروميير كاز، صبع في التروازيام كورد دوزيام كاز، صبع في السانكيام كورد تروازيام كاز، صبع في الكاتريام كورد تروازيام كاز. بالنسبه لما كيقدرش يشد الباري بهذه الطريقه هذه، غادي نديرو صبع في الدوزيام كورد بروميير كاز، صبع في التروازيام كورد دوزيام كاز، صبع في السانكيام كورد تروازيام كاز، صبع في الكاتريام كورد تروازيام كاز. الكورد اللي موراه اللي هو المي، كنديرو صبع في التروازيام كورد بروميير كاز، صبع في السانكيام كورد دوزيام كاس، صبع كاتريام كورد دوزيام كاس. كيما شفتو هادو هما الكوردات. دابا غادي ندوزو الشرح ديال الأرپيج اللي لعبناه في بداية الفيديو، و مراد يشرح واحد المرة. بالنسبة للأرپيج اخوتي، بالنسبة لهاد الكوردات التحتانيين اللي كيتلعبيهم في الأرپيج، كيبقى نفسهم، كيبقاو يتبدلو غير هاد التلاتة الفوقانيين على حساب كل كورد شادين. مثلا في الكورد لا، هاد الكورد اللي شادنا، كنلعبو خمسة ثلاثة جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة جوج. مي كنمشيو للصو اللي هي هادي او هادي، كنلعبو ستة ثلاثة جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة جوج. فاش كنمشيو الفا،
نلعبوا 5 3 2 3 1 2 3 2. فاش كنمشيو للمي كنلعبوا نفسها 5 3 2 3 1 2 3 2. بالنسبه لهذا الار بي جي هذا كيتلعب جوج مرات كل لاكورد، كنلعبوا هنا جوج مرات، كنلعبوا هنا جوج المرات، هنا جوج المرات، هنا جوج ديال المرات. يلا دابا نخليكم على الفراب اللي لعبت هذا الفيديو هذا، غادي ندير لكم جوج انواع ديال الفراب بالنسبه للمبتدئين وبالنسبه للافونسيين في الجيتار. بالنسبه لاول حاجه كنديروها ملي كنبغيو نتعلموا شي فراب هي كنسكتو الجيتار، كنسكتو الجيتار يعني كنحطو يدينا بحال هكا وكنتعلموا الفراب. بالنسبه للفراب ديال الافونسيين في الجيتار كيمشي على هذا الشكل هذا، تحت تحت فوق شاك فوق تحت فوق 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 شك. نعاود لكم تحت تحت فوق شك فوق تحت فوق 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 شك. بالنسبة لواحد الحاجة ملي كنلعبو تحت تحت فوق شك، فهاد المرحلة هادي ملي كنبغيو نزيدو ديك فوق كنزيدوها خفيفة، كنكون دايرين تشك بحال هكا تشك، كنزيدو فوق بحال هكا خفيفة على الشكل هذا، ماشي كنحيدو يدينا هكا ونضربو فوق، لا غير تما، وكنلعبو عاوتاني تحت فوق 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 تشاك. بالنسبة للفراب الثاني اللي هو هذا، المي افونسين في الجيتار يلاه كيتعلمو الفرابات وما كيقدروش يديرو تشاك، غادي يلعبو الفراب على الشكل هذا، تحت تحت فوق تشاك بهاد الطريقة هادي، تحت 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 فوق تشاك تحت تحت فوق تشاك. بالنسبه لهذا الفراب هذا غادي تلعبوه جوج مرات كل لاكورد، والفراب ديال الافونسين في الجيتار غادي تلعب مره في كل لاكورد. هادو هما الفرابات اخوتي، دابا نخليكم مع الوقت ديال الاغنيه كيف كيمشي ومراه نكونوا وصلنا النهايه ديال هذا الدرس هذا وبيس عليكم. بالنسبه للوقت ديال الاغنيه اخوتي كيمشي على الشكل هذا، نكونوا شادين لا كنلعبو تبع خسارتي انا، كنقلبو صول كندير ونقول راني لاني، كنقلبو فا نقولو شوفو قلبي شاف لاني، كنقلبو مي قلبي شاف لاني في البيا كيف عشقني، كنعاودو نفس الكوردات يا والو يا فقت الهاروطة، الله غالب ما ندير شطة، كي نبغيها سحرت ليا. هنا كتقلب واحد الحاجة كنديرو كدابا، كنقلبو الفا ما كنديروش الصول، كنديرو فا انتي كدابا بلغة الطريقة هادي، انتي كدابا لا عابا، انا كنديرو صول لا عابا انتي لا عابا، غير فديك كدابة بلاش من بلاصة ما نديرو صول فا كنرجعو نديرو فا صول لا عابا انتي لا عابا، والطريقة نفسها. هذا هو الوقت ديال الأغنية كيتلعب على هاد الشكل هذا. وصلنا لهذا الفيديو اخوتي، نتمنى يكون عجبكم، وما تنساوش لايك وشي كومونتير زوين، ويلا بيس عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد.